نورا لوتري اجون فيديو شي جوميا. تحت لي الفرصه باش نخدم مع جوميا عن طريق واحد الفورماسيون اللي كانت في جمعيه مغربيه عندها شراكه مع جوميا. الدور ديالي في جوميا هو استلام السلع عند الموزعين ومراقبه جودتها قبل ارسالها للزبون. كما كتعرفوا اللوجيستيك في المغرب مهنه اكثر للرجال، ولكن مع جوميا كتيح الفرصه للنساء باش هما يخدموا فيها. نصيحتي للنساء اي خدمه يجربوها كيف ما كانت وما يفكروش في الصعوبات اللي فيها اكثر ما يفكروا في المجهودات اللي غيعطيو فيها.